أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وأصحابه أجمعين. بمناسبة عيد الأضحى لعام 1444 هجرية الموافق 2023 ميلادية، يتشرف محمد بقاري التسباعي الإدريسي أصالة عن نفسه ونيابة عن أسرته الصغيرة والكبيرة وعن زملائه وأصدقائه والمتعاملين معه أن يتقدم بأحر التهاني والتبريكات لجميع المسلمين والمسلمات في بقاع الأرض إن شاء الله. وأدعو وأقول عيد مبارك سعيد، وسبحانك اللهم بلغنا ما نود، واجعل لنا دعوة لا ترد، وهب لنا رزقا لا يعد، وافتح لنا بابا في الجنة لا يسد. آمين. من مصلى بن دباب بمدينة فاس العاصمة الروحية للمملكة المغربية، من طنجة إلى القويرة بالصحراء المغربية، حياكم الله وبياكم، وجعل الجنة مأوانا وياكم إن شاء الله، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وعيد مبارك سعيد للجميع.